راح نحط الان المعادله النهائيه تبعت هذا المطلع اللي مطلوب اني بدي اطلع البريشر عند تي 2. فمطلوب اني اطلع السؤال هون بطلب البريشر عند تي 2. طبعا احنا بدنا نتذكر انه البريشر علاقه البريشر بالهيد، البريشر بشكل عام بيساوي رو في جي في الهيد، فرو بالحاله هاي راح تكون 900 وجي انا راح اخذها هون 9.81 في اتش. ففي هذا السيستم، هذا نص صحيح لهذا السيستم. ليش؟ لانه الكثافه، اخذنا كثافه هذا الليكويد، لو حطيت ليكويد ثاني راح تكون العلاقه بين الهيد والبريشر مختلفه. هاي هي العلاقه الصحيحه هون بهذا السيستم بين البريشر والهيد. اذا صار عندي هلا لو بدي اكتب المعادله، قلنا عندي هون ما في شيء يشيل هاي، يعني لو حطينا هذول عندي اتش 1 كانت المعادله اظن هاف في 1 سكوير على جي زائد بي 1 على رو جي مش هيك، زائد اتش تبعت البامب. بس هو معطيني بي تبعت البامب، كيف بدي اطلع اتش للبامب؟ بقسمها على هذا عندي باور مش هيك؟ وعندي فلو، ايش بقدر اطلع؟ بريشر. تمام. اذا بقدر اطلع البريشر اللي بتعطيني اياها هاي البامب. اذا البريشر تبعت البامب شو بيساوي؟ بيساوي الباور تبعت البامب على الفلو ريت مش هيك؟ الفلو ريت عندي اياه بالامتار المكعب عندي 0.00189 6، والباور اللي هي عباره عن 373 كم صفر بزيد؟ 0.1 مش هيك بس؟ كيلو وات. فبيطلع معنا البريشر قديش بيطلع البريشر من هون؟ حبيت اقسم اياها لاني مش قاسمها هون بالنهايه. الرقمين هذول على بعض شو بيطلعوا؟ هذا بعطيني طبعا بالباسكال او ميجا باسكال. هلا نعم تفضل. 1.9 ميجا باسكال. هلا بده اطلع هيد مش هيك؟ اللي هي اتش بامب تساوي هيد. بس الهيد التحويل ايش بصير؟ بدي اطلع هيد من البريشر، شو بقصد بالبريشر على؟ روجي. روجي. فبصير عندي 1.900000 على 900 9.81. المفروض يطلع معي الهيد اللي بتضيفه هاي البامب حوالي 200 متر. 222.8. وايش وحدتها؟ شو كان يبول؟ ايش كان يبول؟ البامب هاي شو تقدر تعمل؟ تقدر ترفع هذا الليكويد وتضخه ارتفاع مقداره 228 وين؟ في مكان الجاذبيه فيه 9.81 وليكويد 7.7. فاهمين؟ ماشي واضح. هذول بيعتمد على الرقمين هذول، هذا يكون صحيح. على فلو مقداره هذا الفلو، اوكي؟ على هذا الفلو. مش راح يقدر على فلو ثاني يمكن ما يقدر يعمل هذا، اوكي؟ الهيد والفلو مرتبطين، ماشي فاهمين؟ الهيد والفلو مرتبطين في بعض. طيب، إذا احنا صرنا طالعين الهيد تبع بي والهيد تبع ال واضح هي موجود، فصار عندي اتش بي بدلالة ال، فصار عندي زائد اتش بي ماينس اتش ال بيساوي اتش 2 زائد هاف في 2 تربيع على جي زائد بي 2 على رو جي. قلنا هذه زيرو وهاي زيرو، والاتش بقدر احطها هون بتصير اتش 2 ماينس اتش 1 اللي هي دلتا اتش. عندي في 2 طلعناها مش هيك؟ مش طلعنا في 2؟ اه طلعنا في 2 بنطلع في 2 دلتا اتش موجود عندي، اتش بي موجود عندي، واتش ال، فراح نحطهم هون المعادله النهائيه الحل راح نحطه هون. عندي اتش بي قديش قيمتها؟ 222.8 ناقص قديش اتش ال؟ 9.144 بيساوي الفرق في الارتفاع 6.096، وهذا بخليها زي ما هي لانه وحداتي كلها امتار، زائد نص بدي احط الان السرعه اللي هي كانت 3.7 قديش؟ 4.2 تربيع. بس ايش بقسمها؟ على جي مش هيك؟ فبصير عندي على 9.81 زائد في 2 اللي انا بدي اياها على رو جي اللي هي 900 9.81. فبيطلع لي بريشر 2 معي، انا طالع معي هون 1.826 ميجا باسكال. قارنوا هذا الرقم بمين؟ باي رقم بقارنه؟ 1.9. شو بنقول؟ في عندي لوس. واضح انه عندي لوس. سبب اللوس ثلاث اشياء، ليش هم؟
البايبس البايبس المسافة. أنا ما كان هدفي أرفع مسافة بس أنا اضطريت أرفع هاي المسافة والسرعة اللي صارت حتى يصير عندي فلو، فأنا مضطر فأنا خسرت حوالي 0.01 تقريبا من الميجا باسكال بسبب هاي اللوسز اللي هون، بس أنا مبسوط أنا حطيت الفيديو وحركت الطفل ماشي في أسئلة.